تحية طيبة مشاهدين في هذه الجولة اليومية لأخبار الصحف الورقية للجهة مراكش آسفي الصادرة لنهار اليوم. ونستهل جولتنا من الصحافة الورقية من جريدة المساء التي عنونت موكب وزير العدل يتعرض لحادثة سير عند مدخل مدينة آسفي. وأشارت الصحيفة بالخط الأحمر الوزير وصل سفره نحو آسفي للمشاركة في لقاء تواصلي وتدشين المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة باليوسفية. تعرض محمد بن عبد القادر وزير العدل مساء يوم الجمعة الأخير لحادثة سير بطريق تلات بوقدرة عند مدخل مدينة آسفي. وكشفت مصادر المساء أن وزير العدل وصل سفره نحو آسفي قادما من مدينة اليوسفية على الرغم من تعرض سيارته لأضرار خفيفة. وأوردت المصادر ذاتها أن وزير العدل كان في زيارة لحاضرة المحيط حيث شارك في اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشرف وزير العدل محمد بن عبد القادر على تدشين المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة باليوسفية بحضور مسؤولين قضائيين وسلطات محلية ومنتخبين. وإلى صحيفة أخبار اليوم التي عنونت توقيف ابن شيخ سلفي بشبهة استهلاك الكوكايين. قضى ابن الشيخ السلفي ليلة السبت الأحد معتقلا احتياطيا بسجن لدايا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه بناء على ملتمس النيابة العامة في شأن الاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقا بحيازة واستهلاك المخدرات القوية الكوكايين وانتحال صفة ينظمها القانون. واستنادا إلى مصادر مطلعة ففي إطار العملية الأمنية المعروفة بحملة الأيادي النظيفة جرى توقيف شخصين ينحدران من إحدى المدن الشمالية للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات الصلبة الكوكايين بين رواد المطاعم والحانات ليتم إجراء خبرة تقنية أولية على هاتفهما المحمولين. وقف من خلالهما المحققون على قائمة بأرقام وأسماء في هاتف أحدهما بعضها لزبناء مفترضين بينهما رقم هاتفي جرت الإشارة إلى صاحبه باسم الأستاذ القاضي قبل أن يزعم المشتبه في صاحب الهاتف بأن الرقم يعود لأحد الزبناء الذي صرح بأنه اعتاد على أن يقدم له نفسه على أنه قاضي بأحدى محاكم المدينة نفسها. جريدة المساء تطرقت أيضا إلى هذا الموضوع وعنونت اعتقال نجل قيادي سلفي معروف في قضية كوكايين وانتحال الصفة. كما أوردت بالخط الأحمر تم إيداعه السجن بعد متابعته باستهلاك المخدرات. أوقفت فرقة أمنية بمراكش نجل الرجل الأول في التيار السلفي بالمغرب على خلفية قضية تتعلق بحيازة واستهلاك الكوكايين وانتحال صفة قاضي. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش أول أمس السبت إيداع نجل الشيخ السلفي وأحد قادة جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة وإيداعه بسجن لدايا بنواحي مدينة مراكش على ذمة التحقيق بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة استهلاك المخدرات القوية وانتحال صفة قاضي المنظمة بقانون. وإلى جريدة المساء التي عنونت المرضى العقليون المصابون بكورونا ممنوعون من العلاج بالأجنحة المختصة لمرضى كوفيد بمراكش. بعد تسجيل 4 حالات سابقة لداء السل الرئوي بكورونا يقتحم مستشفى سعادة للأمراض العقلية ضواحي مراكش فقد أكدت مصادر مطلعة إصابة 4 مرضى حتى حدود صباح أمس الأحد في صفوف نزلاء هذا المستشفى الذين يصل عددهم إلى حوالي 100 نزيل معظمهم من المشمولين بمبادرة الكرامة في مجال الصحة النفسية التي كانت أطلقتها وزارة الصحة بتاريخ الخميس 11 يونيو من 2015 لإخلاء أكثر من 800 نزيل من المنازل المحيطة بضريح بويا عمار بإقليم قلعة السراغنة في الوقت الذي أجريت فيه التحاليل الطبية المخبرية لـ5 مرضى آخرين أظهرت
عليهم أعراض الفيروس، كما أصيبت ممرضة وممرض وحارس أمن خاص يعملون بالمستشفى عينه بالفيروس لينضافوا إلى 10 حالات مؤكدة سابقة في صفوف العاملين به، البالغ عددهم 56 ممرضا بالإضافة إلى 5 أطباء و3 إداريين. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام جولة اليوم من قراءة الصحف الورقية الوطنية لجهة مراكش آسفي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.